عقدت الهيئة العامة لنادي نفط الجنوب مؤتمرها الانتخابي لاختيار هيئة إدارية جديدة، وأسفر عن فوز علي حنون لمنصب الرئيس وحسن عبد الجبار نائبا وعالي مكي أمينا للسر وسعد كريم أمينا ماليا وعضوية كل من عقيل عبد النجم وسجاد كاظم وعلي عبد الكريم ومحمد كريم وهشام محمد ومعا عبد المحسن. الهيئة الإدارية لنادي نفط الجنوب لعام 2020. طبعا كل المعايير اللي اعتمدت في العملية الانتخابية منبثقة من قانون الأندية الرياضية رقم 18، وحسب النظام الداخلي اللي يعني لوزارة الشباب والرياضة. الناخبين هم اللي المنتمين للهيئة العامة. عدد الحضور كان بداية الانتخابات، حتى أكون واضح جدا، بداية عملية الاقتراع كان 182 من مجموع 191. وكما ترى أنه تسير العملية الانتخابية لحد الآن بشكل سلس وديمقراطي بحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، ونحن أيضا بصفتنا ممثلين عن شركة نفط البصرة الراعية للنادي، وأيضا بقية أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات. الإخوان اللي راح يفوزون اليوم بالانتخابات مطالبين بعمل جبار صراحة، مطالبين إعادة النادي إلى وضعه الطبيعي. النادي اليوم يطلب أموال اللاعبين منذ سنتين ما مستلمين مستحقات. السيد الوزير الأستاذ حسان عبد الجبار والإخوان بشركة نفط البصرة مشكورين طبعا، مباركوا بالخطوة وقالوا نحن يعني مع التغيير مع الدماء الشبابية الجديدة، واتمنى انه الأستاذ حسان والإخوان بشركة نفط البصرة تسهيل مهمة الإدارة الجديدة. يعني صراحة انتخابات شفناها نزيهة وتنطي صوتك بكل شفافية، وانت يعني حر ما تقيدنا بأي شيء. نتمنى ان شاء الله من هاي الإدارية الجديدة ان شاء الله تعمل صحيح للنادي وترجع النادي لوضعه الطبيعي. تعرف النادي يعاني من أزمة مالية لحد هاي اللحظة، نتمنى ان شاء الله من هاي الإدارية تعمل وتعيد اسم نادي نفط الجنوب الى الواجهة ان شاء الله. احنا تعرف النادي خلال السنوات الأخيرة مر بأزمة مالية ومر بضائقة مالية أدت إلى عدة مشاكل من خلالها يعني توقف أرزاق اللاعبين. اليوم حدث الانتخابات، نتأمل من إدارة جديدة أو أي كان من راح يفوز أن يكون خير داعم للنادي، يكون خير من يمثل النادي، يشوف هاي اللاعبين أرزاقها مقطوعة إلى أكثر من 3 مواسم أو موسمين، مسألة ديون النادي. وإن شاء الله نتأمل خير بالوجوه الجديدة اللي قادمة اللي راح تقود نادي نفط الجنوب الرياضي.